تدعو جهة إعلامية باستمرار إلى حفظ خط الرجعة في أي موقف، ذلك أن التسويات السياسية آتية مهما طال الزمن. أمضى عدد كبير جداً من السياسيين وبين النواب من مجموعة 17 تشرين سهرة رأس السنة خارج البلد أو في أمكنة السهر الأغلى ثمناً. يستهجن أحد الكهنة باستمرار استغلال المناسبات الدينية من قبل السياسيين لإطلاق الخطابات أو الظهور الإعلامي.